يخسر بثمانية من البايرن، يخسر تسعة، يخسر عشرة، يخسر 11، يهبط للدرجة الثانية، ينزل الدرجة الخامسة، يصبح في نادي الهواة، ولكن يبقى سيد المحترفين. البرسا بجمهوره، بانتماء، قصة عشق أكثر من مجرد نادي، ليست حكاية نتائج ولا حكاية دوريات، ليست حكاية كؤوس ولا هي بطولات. البرسا وبرشلونة هي حكاية غرام، هي حكاية